فالأعراض بقى نعرف إزاي إن إحنا عندنا نقص في فيتامين إيه. أولاً بيعمل النقص بتاع فيتامين إيه، إحنا مبدئياً قلنا إن هو نادر الحدوث، بس بيبقى يعمل ألم في الأعصاب، تنميل، رعشة أحياناً، لأنه بيأثر بالسلب على الجهاز العصبي، زيه قريب خالص من فيتامين بي اللي هو برودة الأطراف. فيتامين بي نفس القصة. إنما هنا بيزيد كمان إن هو كمان بيعمل مشاكل في الرؤية، إحنا قلنا إن هو مهم للرؤية للنظر، زيه زي فيتامين ألف برضو، يعني هو مشترك مع فيتامين بي في التهاب الأعصاب، مشترك مع فيتامين ألف في مشاكل الرؤية في حالة نقصه، برضو كمان مهم على يعني نقصه برضو بيعمل مشاكل في العضلات وضعف في العضلات، برضو بيعمل عدم قدرة على التوازن لو انت ما عندكش فيتامين اي كفاية، برضو كمان بيعمل نقصه بيعمل مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، بيعمل كمان مشاكل في انحلال الدم، لان هو المفروض حاجة مضادة للأكسدة، فبدون فيتامين اي انت بتبقى عرضة للخلايا بتاعة جسمك بتبقى عرضة للتأكسد، فممكن بعض الناس اللي عندهم نقص حاد فيتامين اي يحصل انحلال في الدم عنده.